المغنيين وفي هذا. هادو انت هادو ممكن تخدمهم. المهم حتى طرق الخدمة غادي نجيو لها من بعد. تيتخدموا ساهلين. والمهم شي مغني اللي ما معروفش راه كيطولوا، الا مغني معروف راه بحاله بحال القيد. يعني هذاك الشيء غير حظ، امتى غادي يطيروا غير مسألة وقت وصافي. فالمهم نتجاوزوا هذا، غادي ندخلوا دابا السبام القاصح. سبام القاصح او اللي حنا تنقولوا سميتو زعما جوجل ما كتبغيش، وهو تنظر كل شيء عارفه اللي هو فيديو داونلودر. جوجل علاش ما كتبغيش؟ لانه كتليشارجي من اليوتيوب، وهذا الشيء هي ما كتبغيش، على هذاك الشيء كتحاربه. من غير هذا راه يعني بحاله بحال لي زوطخ، اللي منهم سناب تيوب، فيديو مات، وتعمك تخديت لكم واحد سكرين بالنسبة للناس اللي ما عارفينه. المهم بالنسبة للناس اللي ما عارفين شو هذا، راه حاطينه لكم هنا. فهادو فيهم فلوس صحاح، وكنعرف الناس اللي راه ضربوا منهم تبارك الله رانجات وسميتو، ولكن انه باش يبقى تتبقى نتايا والذكاء ديالك كيفاش تخدم عليهم. وتنظن كاين معانا الدراري اللي هنا في التيم راه دوزوهم تبارك الله وراه خدامين. المهم هادو بالنسبة للسبام، تماما فكنظن خويا فيهم يا احمد. تفضل اخويا. في هذا الاطار هذا كاين الاخ غريزمان له الكلمه في هذه القضيه ديال السبام. لك الكلمه خويا غريزمان. شكرا اخ رياض، وشكرا اخ احمد، تحية للمستمعين. انا باغي نسيب للناس دابا اللي كان يلاه ناويين يبدا ولا يلاه بادين، فهمت؟ يلاه بادين ولكن باقي في ذاك النيفو الاول. كاين واحد النوع ديال لي زابس ما تينتبهش ليه بنادم تيخدموا عليه، تخدم عليه السبا. بحال دابا نعطيكم مثال، بنتين. بنتين يمكن لك تخدم عليه هذاك النيتش ديال، تخدم عليه ابليكاسيون ديال الساوند، تبقى دير كل بيرسوناج يبقى كل دوك لي بيرسوناج ديال بنتين، اون فوا يكليك اليوزر على شي بيرسوناج تسمع عليه الصوت ديالو. كذلك عندنا مثال ديال جيم رادار، تتقول ليه فايند بنتين، فهمتي؟ تبقى تطلع ليه سكرين في سكرين في في سكرين ديال الرادار، وكيبقى تطلع ليه واحد النقطه تمايا اون فوا تيكليك. نتمنى يكون الصوت ديالي مسموع. كاين عاوتاني لي زابليكاسيون ديال النيوز، تتبقى تحط ليه بحال دابا نيت، تتبقى تحط لهم كل مره من السيرفر، تتبقى تحط لهم النيوز ديال داكشي، ولا تخدم حتى على لي زانيم. كاين عاوتاني اب كامين، تتكون بحال دابا شي جيم يلاه تخرج، تتبقى تحط لهم بان تتحط لهم بحال برانك هادي. نتمنى تكون الفكره وصلت، اللي ما فهمش شي حاجه يحطها في يكتبها في الشات. شكرا اخ رضا على هذه المقاطعه، اسمح لي. تماما خويا غريزمان، تحياتي خويا غريزمان، الفكره وصلت لك. الكلمه خويا بابا جا قال لك انت باغي تكمل الفكره ديالك. وي خويا انا قربت نسالي. المهم راه كما قلت راه غير عطيت غير النقاط، لان الريسكين راه ماشي ما يمكنش تقوله في جمله او في ساعتين او شي حاجه، لانه في بزاف الحوايج ما يتقال، وفي وكل نهار راه تتطور، يعني راه كل نهار تتبان شي حاجه جديده. تمام. والمهم غير المهم كما قلت عطيت غير بالنسبه اللي تركز على هذيك ديال الناس يخدموا شي حاجه ما فيها باس، تصبر واحد الشهرين ولا 3 شهور تطلع شي حاجه اللي نقيه، بحال هذيك المثال اللي عطيتكم من فوق ديال الصابواي برينسيس. وهذا ما فيها باس تصبر، ما تكونش عاوتاني هذيك اللي لا انا باغي الناس تضربوا الفلوس، انا باغي الربح هنايا، انا ما نتسناش، فهمتي؟ راه هذوك الشهور دايزين، يعني سوا تسنيتي ولا ما تسنيتيش، وممكن انك تلوح هذاك سبام ويصدوا لك وانت صدقتي ما ضيعتي وقتك، اللهم ما كنت سنيتي، والله اخر تعاونوا بجروبات فري ترافيك شحال من حاجه. المهم هذاك الشيء في المحاور جايين ان شاء الله. بقات لي النقطه الاخيره. وي خويا دابا كما الاخ انيما والاخ عمر والاخ غريزمان محسن يعني ذكروا بزاف لي تكنيك وهذا، فجات واحد النقطة اللي انت سيدي عرفتي النيش، عرفتي شنو باغي تخدم، بغيتي ليغال ولا ماشي ليغال، كيفاش غادي تخدم؟ كيفاش غادي تخدم عندك المهم باش نحاول ما نصعبش عليكم، راه ماشي ضروري انك تبروغرامر، وانا براسي راه الدراري عارفيني راه لا افقه شيئا في البرمجة. فالمهم يعني باش تخدم انت دابا ركز على جوج حوايج، شنو هو الهدف وهو ابيكا، يعني هذيك هي الريزلت. اما كيفاش توصل ليها ماشي مشغولش شي واحد، واش توصل ليها بهندسه عكسيه، واش توصل ليها باندرويد ستوديو، واش بشي يونيتي ولا نيمبورت كو. المهم هو انك هذاك الابيكا توصل ليها، عندك النقطه ا النقطه بي، النقطه بي هي ابيكا صافي، خصك توصل للنقطه بي.
منين درتي، منين تتوصل لهذيك الابيكا صافي، يعني هذيك المهم يجيب لك الصرف. ولكن هنايا دابا كيفاش تخدم؟ كاين عندك كما قلنا كاين هذوك لي سوفتوير اللي بحال دابا سميتو اللي بحال اندرويد ستوديو يونيتي وهذا، شنو انت تحتاج؟ يعني تحتاج الاكواد. الاكواد كانوا طرقوا الدراري انهم كاين المجانيين وكاين اللي مدفوعين، وانا كنحب المدفوعين لان المجانيين ديما ملغبين، والحمد لله معنا الدراري اللي ديفلوبر يعني على داك الشيء ما كناش تنحتاجهم صراحة ليومنا هذا. فبالنسبة كاين سيل ماي اب، كاين كود كانيان، كاين كود ستار، يعني هادشي كامل غادي تبارطاجه من بعد. ف يعني تماما ممكن خويا نحطه احمد، على الحائط وهذا. تماما. تفضل. ولكن كاينين بعض الاخوان اللي ما عندهمش راس المال ياخذوا كود سورس من الاول بواحد القيمه، يعني يقدروا يخدموا بالكودات اللي فري اللي كاينين ويعدلوا عليهم. تماما اخويا، او ممكن كاع هندسة عكسية، يعني الهندسة يعني احنا كاع هو ما كنقولوش الناس يخدموا هندسه عكسيه، راه كاينين كودات فري، زعما كودات فري ويعدلوا عليهم في اندرويد ستوديو. واخويا رضا، ولكن ما تسناش من واحد مثلا عنده بي سي ضعيف او شي حاجة وتسنى منه انه يدير اندرويد ستوديو، يعني غادي يضرب تمارة. فلهذا تقول له ها انت هاد الطريق ماشي مزيانة، ولكن المهم قضي بيها غير ما وقفتي على رجلك، يعني انه يمشي يدير واحد الهندسه عكسيه للتطبيق اللي هو كاين في الستور. ورغم ما انه عارف دابا الديفلوب اي ديفلوبر يسمعني غادي يسخط ما كيحملوش هذه القضيه. فالمهم خلاو الدراري خويا اللي لي ديفلوبر متمكن راه ما تيخافش على لي زابليكاسيون ديالو. تماما خويا، فالمهم تماما يعني كانت بخلاصه وكنعاودها وكنكررها، انه الا بغيتي تكون اونتربرونور، او ماشي بحال هذاك اللي كيمشي للانستغرام وتكتب اونتربرونور وهذا، وانما اونتربرونور بالفعل، وهي انك تفكر على المدى البعيد، ما تفكرش راه غادي ندخل هذا. راك راه الدراري كاع اللي عارفين القصه ديالنا، راه سميتو راه وصلنا ل 3000 اورو في النهار يعني، ولكن هذيك الساعه راه كان وقت اخر، اما دابا والله لو وصلتيها يعني بكل صراحه. ف يعني الامور تتختلف، اللهم لك الحمد دابا راه محركين الحمد لله. والارزاق داخله، ورد تماما انت راه دار براسك راه تشوف كل شيء لعينك. تماما خويا، ف المهم راه خدامين وهذا، ولكن صافي خديت درس من هذيك ديال انك صافي فكر المدى البعيد وخدم شي حاجه ديال الدوام، تماما يعني فكر لونج تيرم. و خويا، خويا احمد كان شكركم على تحياتي، المداخله، تماما خويا تحياتي احمد، لكم تماما. كامل. وي خويا هشام بالمقدم. لا، بغيت غير نقول اللي الفكرة ديال بابا جاك يعني فكرة محترمة، الهندسة العكسية يعني مازال خدامة ليومنا هذا، ولكن الناس اللي بروفيسيونيل يعني من الدراري اللي قدام في الدومين راه ولاو كيبروتيجيو لي زابليكاسيون ديالهم. يعني باش غادي تطيح انت في واحد لابليكاسيون اللي تقدر دير لها دي كومبايل، راه انك تقدر تمشي واحد 4 سوايع ولا 5 سوايع انت غير كتقلب، وي يعني هذيك 4 سوايع ولا 5 سوايع اللي تبقى تقلب فيها انتيا، من الاحسن راه تمشي تخرج فيها انت يا كود ديالك وتتعلم الديفلوبي وغادي تولي خدام في راحتك، فهمتي؟ وي وي تمام. انا خويا هشام، خلال الفكره اللي قال احمد اللي بغى يوصلها احمد، هو انه في البدايه ديال اي واحد غيبدا ريسكين يبقى جميع الطرق تؤدي باش انه يصيب واحد الجيم ولا يصيب واحد الابليكاسيون مول مودي فيها، طرق تختلف كما قال، ممكن ديرها عن طريق هندسه عكسيه، ممكن ديرها عن طريق كوداج اللي تشريهم تدبر فيهم في لي جروب، ممكن انك تصيبهم ازيرو. المهم كفكره ان كتختلف، ولكن الهدف راه واحد. المهم الاخوان غنعطيو الكلمه للاخ مراد، من عند التجربه ديالو في مجال السي بي ا موبايل، تكون استفدتوا من الاخ احمد اللي داز دابا، ولك الكلمه الاخ مراد. شكرا خويا عمر والدراري، ياك تسمعوني مزيان كلشي وهداك. المهم انا بغيت على الملاحظه نتاع احمد بابا جاكا على قضيه الجيد ليغال. الجيد ليغال باش تكون في العلم ديال اي واحد، راه ماشي اي شيء، ماشي اي نيت تقدر تخدم عليه. واحد الجيد اللي هو ليغال ديما سير قرا البريفايسي بوليسي، قرا الرولز شنو طالبين منك، فهمتي؟ يعني كاينين شركات اللي كيقولوا لك يمكن لك تخدم بهاد، يعني بهاد، يعني بحال قلتي بهاد الكيورد ديالنا، ولكن ما تكونش لواحد الاغراض تجاريه، يعني فهمتي؟ يعني ما تكونش غتبيعو بشي تي شورت مثلا ولا شي حاجه، ما لك انت مثلا غتشرح لهم الابليكيشن ديالهم، ديك الساعه بالعكس هما بالفرحات عليهم، فهمتي؟ يعني كتزيد انك كتكبر بهم الى غير ذلك.
صافي. والصراحه الله عندي واحد الملاحظه على قضيه السي بي اي، ما عرفت صراحه الله واش نقولها دابا ولا نخليوها، لان اي شويه القضيه غادي تكون فيها طويله، ولكن المهم نبداو بها دابا كخلاصه بخصوص السي بي اي. مثلا انايا المهم انا شخصيا صراحه الله ما بقيتش كنعتمد على انني ندخل الصرف من يعني من الادمو من الاخر، فهمتي؟ لانك الادمو ديما كتبقى تقول واش غادي يعني واش غتخلص ولا ما غنتخلص، وكتبقى ديما مخلوع الى غير ذلك. ومهم اسمحوا لي بزاف واحد شويه واسمحوا لي بزاف. وي مالك Thank you for listening. الإذاعة التي تقربكم من الاشتغال والربح عبر الإنترنت، مواضيع مختلفة ونقاشات هامة حول الإنترنت، كل هذا حصريا عند راديو خفايا. Go out to bring it to the right. She didn't look good in the moonlight. I'm supposed to look so bad, my moonlight. Go out to bring it to the right. She didn't look good in the moonlight. I'm supposed to look so bad, my moonlight. Go out to bring it to the right. She didn't look good in the moonlight. I'm supposed to look so bad, my. Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Wesson now. Girl, who you testing? Fuck is catching, here's your lesson now. Life and intestine, taking shots with all your brethren now. Feel like I'm dead, feel like you fucking planning. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. لكل الإخوان والأخوات اللي حاضرين معنا، نكملوا في آخر مرحلة. حقيقة تحية الإخوان اللي دايرين مجهودات كبيرة وكبيرة بزاف باش يوصلوا لكم المعلومة. تحية الناس اللي كاينين معنا واللي كينطيو دابا في المعلومات الجديدة والحصرية على خفايا راديو. الآن معنا المبرمج المتميز الأخ عبد الرحمن، له الكلمة. عبد الرحمن لك الكلمة. شكرا خويا رضا، شكرا احمد، شكرا فيصل، مراد، عمر، كاع الدراري تبارك الله اللي بارطاجاو لي زانفورماسيون ديالو، كان داكشي زوين. انا خويا عندي خويا رضا عندي واحد الاضافه بخصوص داكشي المحور ديال احمد، فاش كيهضر على نوع ديال زابليكاسيون ولا كوسس ليغال ولا ليغال، زعما كيما هضر على لي جيم اللي تقدر دير لهم واحد سبام اللي كيكون نقي، هضر على ليغال بحال داونلودر، وهضر على لي جيد. انا عندي واحد النوع، عندي واحد بغيت نبارطاجي مع الاخوان كاضافه، واحد النوع اخر ديال لي زابليكاسيون اللي يقدر، اللي هو زوين الصراحه بزاف وتقدر تخدم عليه حتى هو، كيتعتبر بين سبام نقي نقي بزاف. وي زابليكاسيون ولي زابليكاسيون ديال كوميونيتي ابليكيشن، هاد الكوميونيتي ابليكيشنز كمثال، كاين اللي مثال مشهور كاين واحد ويكي فاندوم، هاد النوع ديال لي زابليكاسيون كتخلق بحال قلتي واحد الكوميونيتي ولا واحد المجتمع ديال داك النيتش ديالك في وسط لابليكاسيون، وكيجيو مزيان بزاف مع النيتشات اللي تيكونوا فيهم بنادم باسوني بهم، كو سوا ان جو زعما واحد اللعبه ولا واحد الانيم ولا واحد العالم ولا لي زانيم اون جينيرال، انت كتكون واحد الحاجه اللي باسوني بها، وكيجي صراحه بزاف مزيان مع الالعاب.
ولكن هاد النيتش هاد الابليكاسيون كيبغي كيبغي واحد شويه ديال الديفلوبمون اللي كان بالنسبه للناس اللي هضر عليهم احمد وعندهم واحد راس المال انفيستيو شويه يشوف ديفلوبر ولا يشوف شي واحد اللي يقدر يخدم عليه بواحد الثمن مناسب ويقدر يخسر عليه شويه ديال الالز كما قلنا حنا راه هي شي بس سبام يعني غادي يلعب على الكيورد كذلك باش يقدر يترانك بها وكتجيب نتائج زوينه الصراحه كتجيب نتائج زوينه وكان وحتى واحد القضيه كانت لابليكاسيون علاش كتكون مرخوفه على مرخوفه بزاف لان حتى جوجل كتحيد عليك انت الشبهه لان الكونتوني غالبا من الاحسن كيكون كي بيبليه اليوتيليزاتور يعني المستخدم هو اللي كيحط الكونتوني في وسط لابليكاسيون ديالك يعني انت بحال قلتي كتجمع دوك الناس فواحد لابليكاسيون باش كيتبادلوا الصور كيتبادلوا الفيديوهات كيتبادلوا بزاف ديال الحوايج وكتعطيهم بزاف لي فونكسيوناليتي في وسط الاب ديالك يعني هذا المدى البعيد الناس اللي باغا تخدم زعما نقي وباغا تصرف على لابليكاسيون ديالها المهم هذه التدخل ديالي وشكرا لك تماما خويا عبد الرحمن تبارك الله عليك والله الا تبارك الله عليك على المعلومه الاخوان حقيقه عطاوكم لي ميثود ديال المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد يعني كل واحد يخدم بالميثود اللي بغى حنا فقط اليوم دوينا فقط في ثلاث محاور ريسكي الرابحه ريسكي الرابحه نقدروا نتكلموا فيه عامين ومحال نسالي وكاع لان تسناو الفقرات الجايين الاخوان والاخوات الاسبوع القادم غيكونوا جوج فقرات على الريسكين وغندويو في محاور عديده وعديده جدا مع دراري تبارك الله اللي واصلين في المجال بقاو معنا في الموعد وتابوناو في الباج انستغرام ديالنا اللي كنلوحوا فيها التصويت الجديد باج انستغرام خفايا راديو كنتمنى من هاد 240 واحد كاملين يهجموا على باج انستغرام ويلوحوا الرسائل تماك ويحفزوا الاخوان والاخوات اللي كيعطيو هاد المعلومات بالمجان معلومه فورفري راه صعيب تلقى شي واحد يعطيك المعلومه بحال هكا ولا ميطود بحال هكا صعيب حقيقه وهنا هذا هو الهدف ديالنا والاصلي من الجروب هو اننا نعطيو لي ميطود فابور والتجارب ديال الاخوان والاخوات راه هادو التجارب ديالهم راه حتى واحد هنا ما كيدوي من الفراغ ولا كيدوي من كوبي كولي ولا شي لعيبه كيدوي من التجربه ديالو اللي هو خدم بها لذلك تحيه حاره حقيقه وكلمه شكر قليله في حق الاخوان اللي دخلوا كاملين اليوم كلمه شكر قليله في حقهم تحياتي للميبرو المخرج الحلقه اللي قبيله حقيقه كنا نساليو مع 12 واليوم 12:31 دقيقه الساعه اللي زدنا في هذا الدرس هذا تحيه للمخرج ميبرو حقيقه تحيه حاره تحيه لكل المستمعين الاوفياء احنا الفقرات ديال خفايا راديو كتبدا من 5 مساء حتى 12 كنساليو حتى 12 والبلاتفورم 24 ساعة 24 ساعة خدامة أجوتيو الأصدقاء ديالكم لوحوا لي ميثود في البروفيل ديالكم والمعلومات الحصرية هنا بغينا يكون المتنفس ديال الدراري ديال الويب ديال الدراري والدريات ديال الويب أيضا يكون المتنفس ديال يكون نفس العقلية يعني أنا إلا جيت الخفايا راديو لقى الدراري اللي بحالي في العقلية اللي ما كيحتكروش المعلومة اللي كيعطيو المعلومة بكل فرح تحية للإخوان والأخوات ومستمعين الأوفياء تحياتي لكم الى ساعة مقبلة بحول الله والى اللقاء. Thank you for listening.